المرحلة الانتقالية أو المجلس التأسيسي كآلية للذهاب نحو الجمهورية الجديدة مثل طرح بعض المبادرات السياسية هي مغالاة ونقد للديمقراطية بحسب قيادة الجيش، موقف لا ترى فيه الأحزاب المعنية عين صواب. فالمرحلة الانتقالية على سبيل المثال حتمية أمام شبه انسداد يهدد مسار الحراك. إنقاذ الجزائر اليوم يمر عبر مرحلة تكرس قطيعة مع بقايا ولا مع رموز ولا مع مناورات النظام الحالي، مرحلة انتقالية، ونحن على مستوى الحزب اقترحناها بتواريخ 6 أشهر على أقصى حد، من خلالها يتم وضع ميكانيزمات بناء الجزائر الجديدة. هذه الميكانيزمات قبل انتخابات رئاسية تمر أولا عبر لجنة مستقلة للإشراف وتنظيم الانتخابات، إعداد قانون انتخابات جديد، وتحضير مشروع دستور جديد يعرض على استفتاء شعبي، من ثم نذهب إلى انتخابات رئاسية. غير بعيد عن خارطة الطريق هذه، بدأ مخرج المرحلة الانتقالية يسقط من أجندة أطراف عدة على غرار المعارضة التي حورت رؤيتها إلى ضرورة تفعيل الحوار والذهاب نحو الرئاسية غير بعيد عن دعوات الجيش. نحن في المعارضة بطبيعتها نستطيع أن ندخل بتنازل آخر، أنا وهو ممكن البقاء بقى رئيس الدولة على رأس الدولة الحوار من أجل تنظيم انتخابات رئاسية في وقت متفق عليه من طرف الجميع، ولكن الشرط الأساسي هو أن هناك من طرف السلطة تجاوب مع مطلب أساسي للحراك وهو رحيل أو استقالة أو إقالة حكومة بدوي. دعوات إلى الحوار ومبادرات على طرفي النقيض في انتظار بروز مخارج واضحة للأزمة، تعجيل البحث عن آليات قابلة للتنفيذ أضحى أمرا أكثر من ضرورة في ظل انسداد تقرع طبوله.